ربحت جائزة. تفضل أغاتي. الله يسلمك، يستر عليك إن شاء الله. العفو أغاتي، الله يحفظك، يرزقك إن شاء الله. عيوني على عمي. صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. خطوة خير اليوم راح تكون بقراج الشمال، راح نكون بين الناس نسألهم السؤال ويجاوبونا، خلوكم ويانا. السلام عليكم. الله يساعدك عمي، شلونك؟ شلون الصحة؟ الله يسلمك. السلام عليكم، دخلنا على الكاميرا عمي. حبيبي شلونك اغاتي؟ مرحبا. ان شاء الله بخير الحمد لله. شلون شغلك انا لبلبي؟ والله الحمد لله بخير. شلون الشغل؟ زين والله، زين الحمد لله. فضل مرحبا. خلينا نروح شويه للمصور دي يأشر لنا. الله يسلم راسك يا ابو عمي. شلون الشغل؟ ان شاء الله زين. والله الحمد لله بخير. مساء عبشت انا والله اجي بالاربعة ونص الصباح. زين بالاربعة ونص نفس المكان هاي لو لا لا ثابتين يعني؟ ثابت ايه. زين اكو حد يجيك بالاربعة ونص يجي؟ ايه يطلعون عمال موظفين شرطة جيش يجون يتريقون ويطلعون. يتريقون ويطلعون. ايه. شلون صار لك بهاي المهنة؟ والله صار ان عمر بيها لاي شغلة. انا كان عندي مطعم بالقديمة. ايه. وعززت المطعم، قلت خلي افتح حمى صينة وقلية. زين. وتوكلنا على الله. الله سهل الحمد لله والشكر. الله يسلمك ويحفظك. الله يستر عليك ويبارك فيك حبيبي. ويديم هالبسمة الحلوة. الله يحفظك على وجهك ان شاء الله. حبيبي الغالي. الله يسلمك. الف هلا. عمي راح اسالك سؤال. قول. تجاوبني عليه تربح جائزة. يا الله. تمام؟ يا الله. انطيني اسم لاعب لعب بأمم آسيا. بأمم آسيا؟ اي ربحناه ب 2007. والله زين. الحارس شو اسمه كان؟ الحارس؟ احد ما يعرفه؟ ابو ذنون. يونس محمود. ربح الجائزة. على راسي. تفضل اغاتي. الله يسلمك. اغاتك ربك عمي. الف هلا فيك. الله يعزك. مع السلامة عيني. السلام عليكم. عمي الله يساعدك. الله يساعدك. شلونك اغاتي؟ شلون الصحة؟ يا هلا. ربي يحفظك. ابو ايش؟ ابو رعد. ابو رعد. عمي ابو رعد شلونك؟ نعم نعم. الله يديمك. هلا فيك. ويحفظك ان شاء الله. الله يحفظك. الله يجد عمرك عمي. 41. مواليدك واحد؟ 81. 81. صح. واحد وثمانين. واحد وثمانين. نعم نعم. جل صالك تشتغل. يا هلا بيك يا هلا. جل صالك تشتغل بهاي البوسطة. 30 سنة. 30 سنة بنفس ايه. المكان. من كان لا شارع حلب. شارع حلب. وكان باكيت بدرهم. ايه. البصة وبعشيف فلس. زين. شدت البصة. أيام الدرهم أطيب. نعم. أيام الدرهم أطيب. والله قبل أحسن. شنو السبب؟ أها. شنو السبب؟ والله مرتاحين وزينين. وماكو مشاكل. ايه كان رخيص. صح. الدنيا رخيصة. الله يعطيك الصحة والعافية. نعم نعم. ويحفظك عمي. هلا بيك. راح اسألك سؤال. ايه نعم. تجاوبني عليه. ايه. تربح جائزة. ايه نعم. محافظة دوك. ايه. بالشمال لو بالجنوب؟ بالشمال. بالشمال ربحت جائزة. والله. نعم. جتك جائزة. جابوا لي. ايه. هنا هنا. زين. نعم نعم. شنو جابوا لك؟ ها؟ جابوا لك؟ ايه. أها. 50,000. ايه. ومعهم كباب. الله يحفظك عمي. راح اسالك سؤال الان. نعم. تجاوبني عليه تربح جائزة. يا رقم تضربه في اي رقم يطلع نفسه؟ اي رقم اضربه في رقم؟ اي اكو رقم تضربه باي رقم يطلع نفسه. الرقم يعني صفر. 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 ربحت جائزة عمي. تفضل اغاتي. الله يسلمك اغاتي، يحفظك عمي، رزقا حلالا مباركا ان شاء الله. نعم. على راسي الجميع ان شاء الله. الله يسلمك. مع السلامه عمي. الله يعزك. على راسي عمي. حجينا الله يساعدك. السلام عليكم. شلونك اغاتي؟ شلون الصحه؟ الله يخليك. الاسم بالخير. سعد الله جماعه. ابو ايش؟ ابو هادي. ابو هادي شلونك اغاتي؟ شلون الصحه؟ والله الحمد لله. هنا تشتغل له شنو؟ لا والله جاي تسوق. اي والله اسوق. شنو شغلك؟ والله شغل بالعتيق. بالعتيق. اي والله. شلون الشغل؟ زين ان شاء الله. تعبان. تعبان ها؟ اليوم جاك رزق ان شاء الله. انت ودا تمشي جاك رزق من الله. والله ابوس راسك. الله يسلمك ويسلم راسك. انا ابوس راسك مو انت. لا 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 العفو. على راسي عمي. راح اسالك سؤال تجاوبني عليه تربح جائزه. ان شاء الله. سؤال بسيط ما عرفته غيره. اليوم انت تفوز تفوز. متفقين؟ ان شاء الله. الكيلو كم غرام؟ 1000 غرام. 1000 غرام ربحت جائزه. تفضل اغاتي. الله يسلمك يستر عليك ان شاء الله. العفو اغاتي. الله يحفظك يرزقك ان شاء الله. عيوني هلا عمي. السلام عليكم. سلام. الله يساعدك. الله يسعدك. شلونك؟ الحمد لله بخير. شلون الصحة؟ الحمد لله. اسم بالخير؟ شعلان.
شعلان شو خايف مرتب؟ ما خايف لا اكيد ما خايف والله ما خايف. شلونك؟ الحمد لله. شنو شغلك؟ والله صاحب فيكم كرام. زين شلون الشغل زين؟ والله الحمد لله. كل اثاث وهاي الشغلات؟ نعم يعني؟ اي شيء اثاث اي شيء. وين ساكن؟ اتصال. نعم. الله يديمك ان شاء الله ويرزقك. اشكرك اشكرك. شلون الحركه بالشارع؟ والله حركه زينه ما زينه استاذ. زين. نعم. اليوم اشتغلت؟ لا والله استاذ ما اشتغلت. نعم. اليوم ان شاء الله تروح نفسك مشتغل. ان شاء الله استاذ. اسالك سؤال جاوبني عليه تربح جائزه. نعم استاذ. تمام؟ نعم تمام. ما دام انت بالبيكم انطيني اسم بيكم نوعيه. نيسان. نيسان ايش؟ نيسان 80 اسم هو اني مو ابو بيكم اعرف يعني. بيكم 80 بيكم 80 نعم. اكو بس اعطيني اسم نيسان هيلوكس كيلوكس هيلوكس نعم تعيش معز قلبي اني الممنون مع السلامه الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. الله يساعدك. شلونك يا ولد؟ مرحبا. شلون الصحة؟ هلا فيك. ان شاء الله بخير. الله يسلمك. شنو شغلك هنا انت؟ خباز. يعني كل شيء تشتغل؟ كل شيء اشتغل. ايش قد صار لك بهاي المهنه؟ والله صار لي 4 سنين. الله يرزقك ان شاء الله. الله يبارك فيك. ابو ايش؟ ابو نورس. ابو نورس، شلون الشغل؟ والله زين الحمد لله. تعامل هنا؟ اي نعم. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. شلون هذا الخبز المرتب؟ الله يبارك فيك. هذا وياه جيمر. اي نعم. مربى هاي الشغلات. خبز الحار والجيمر والشاي. الله يسلمك ان شاء الله. الله يبارك فيك الله يحفظك. الخبز يعني يختلف من شخص لشخص؟ طبعا اكيد هي نفسيات. اي اكو خباز يخبز من الصغار من الكبار يرتبهم يزرفهم يعني حسب شاو بس احنا تعبتنا شيخانات وقيمر وشاي تمام ياخذون خبز هنا الحركه اكثر شيء ريوق 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 صباحي يعني صحيح. ريوق صباحي الحمد لله والشكر الله يديمك خير الله يبارك فيك الله يسلمك راح اسالك سؤال جاوبني عليه تربح جائزه اي نعم سؤال بسيط ان شاء الله اعطيني اسم من اسماء الله الحسنى اسماء عبد الرحمن الله الرحمن الرحيم روح خلاص خلاص روح الجائزه الله يبارك الله يسلمك عيوني تفضل يا الله يديمك ويرزقك على راسي مع السلامه عليك الله يسلمك السلام عليكم. السلام. عمي الله يساعدك. شلونك يا شلون الصحة؟ والله ماكو صحة والله مريض ومعوق مريض صلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ايش قد صار لك هنا؟ شنو تشتغل؟ والله عندي أنا مسافر. بس هذول؟ من الأيمن بيتنا. بالأيمن؟ إي والله أجي هنا والله. ايش قد صار لك بهاي إن شاء الله؟ من زمان والله. راتب رعاية ما طلع لك؟ لا عندي تقاعد الحمد لله عندك تقاعد الحمد لله والشكر الحمد لله زي عينك ها الحمد لله متزوج اي والله عندك اولاد لا والله ما عندي ما عندك والحمد لله والله الحمد لله ها الحمد لله معوق الحمد لله والشكر الحمد لله وين ساكن بالمعلمين والله بالمعلمين ايجار لا الحمد لله بيت ابوي والله ها بيت ابوك عايش والله مشروط ابوي من جده الله يعطي الصحة والعافية الله يعافيك الله يسلمك ساعدوك الناس هنا؟ والله ما قليل ما الحمد لله على الحمد لله والشكر على الله الحمد لله والشكر بهاي المهنة ايش قصار لك؟ والله من الصغور من الصغور يعني سقوط وقت صدام له لا أكثر بعد داعش زين الحمد لله والشكر الله يرزقك يعطيك الصحة والعافية ما راح اسألك سؤال راح اعطيك الجائزة مباشرة يا الله تفضل يا غالي الله يسلمك مع السلامة عيني يا الله السلام عليكم عم الله يساعدك بس تعال شوي هنا للكاميرا شلونك اخوي الله يسلمك اخوي ابو من ابو محمد ابو حمودي شلونك عيوني الله يسلمك اخوي يحفظ حمودي ان شاء الله يرحم والديك الله يسلمك عمي ايش قصرك تشتغل هنا؟ انا صار لي تقريبا من 90 لحد الان يعني تشتغل افران لا فرن يعني فرن لو حلويات لا لا بس صمون بس صمون بس صمون الحلويات مو يمك لا لا الحلويات انت حلويات الله يسلمك الله يسلمك شلونك الله يرحم والديك ايش صار لك هنا؟ صار لي هنا 12 سنة انا هنا 12 سنة زين انت يعني كارك هذا الشغل؟ ايه هو كان الحمد لله الله يسلمك الحمد لله راتب ماكو؟ لا لا رعاية ما عندي ما عندك؟ ما عندي لا ايش قد عمرك عمي؟ موالي 62 62 يعني 60 سنة الصحة والعافية إن شاء الله يرحم والديك ويديمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك راح أسألك سؤال ايه؟ جاوبني عليه تروح جائزة ايه؟ تمام؟
بنشوف هذا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هاي المكان شو اسمها؟ هاي؟ اي هنا باب شمس العطشانه هاي يسميها. العطشانه؟ العطشانه. وربحت جائزه. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. تفضل يا علي. ممنون. عمي على راسك. الله يرحم ميتينا. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يسلمك. يرحم والديك. يرحم ميتينا. مع السلامه عمي. مع السلامه. الله يعينك.